طيب خلينا نذكر بعض الامثله. حضرتك صحيح ذكرت عدد من المبادرات، بس انا عايزه اتوقف الحقيقه بتفصيل اكتر عندها. يعني مثلا من المبادرات الرئاسيه تنظيم اكبر قافله انسانيه تتضمن مواد غذائيه متنوعه وملابس وتجهيزات استعدادا لفصل الشتاء، زي ما حضرتك كنت لسه بتقول من شويه، صحيح. لصالح مليون مواطن مصر. يعني برضو مبادره زي دي اهميتها ايه، والى اي مدى فعلا احنا محتاجين ان يكون عندنا مبادره زي دي، الى جانب طبعا ما ذكرته من مسانده ليها يعني بشكل قانوني وتشريعي. اهميه هذه المبادره انها تخفف من قسوه ظروف فئات اجتماعات واجتماعيه واسعه في البلد. لكن لاحظي ان هذه المبادره لهذا الموسم، يعني في النهايه ده مليار جنيه، يعني 1000 مليون جنيه بالمعايير المصريه، لما يعني حوالي 7 مبادرات فرعيه، يعني يدوبك بكفي فهي احتياجات اساسيه. فهنا انت بتتكلم عن التخفيف من قسوه الظروف لبعض الفئات. يعني لاحظ ان احنا نتكلم عن مليون مصري، لان نتحدث عن 35 مليون مصري تحت خط الفقر. ومن هنا اهميه التزاوج عندي الذي اشرت اليه بين التقدم لرد اعتبار العداله الاجتماعيه، والتقدم لرد اعتبار العداله الاجتماعيه حتى لا يزايد احد بكلام ملهوش لازمه او ثبت ملهوش لازمه خلال ال 40 سنه الاخيره، لا يتعارض مع فكره زياده الثروه. بمعنى انا اربط التقدم لرد اعتبار العداله الاجتماعيه بالتصنيع الشامل للبلد، بتاكيد استقلال وطني، بكنس الفساد، باطلاق الحريات العامه، في حزمه من الاجراءات لا لنا ان نتقدم اليها لكي نتحول من الموقف الدفاعي، لانه الحقيقه ما عادش يعني اثبتت التجربه خلال السنوات الفائته انه الامن متحقق. اما التقدم من الامن الى الاستقرار بالمعنى الواسع السياسي والاقتصادي، فيعني انه التحول من فكره ضمان الامن الى تطبيق الدستور، والدستور هو جوهر اي نظام سياسي. وتطبيق الدستور يرتب علينا اعباء واختيارات انا اظن أن مصر مهيئة لها. يعني حتى الانتخابات، وأنا كان لي رأي فيها أنها تجري بالنظام القوائم النسبية لم تجري، لكن هي عكست جزئيا على الأقل رغبة في كنس صور من الفساد على السطح المصري. فهنا الحس أن الدولة التي يركز عليها الرئيس السيسي غالبا في معظم الأحوال، الدولة تعني جهاز دولة وأرض وشعب، وليس فقط بعض الفئات التي يشار إليها في العادة. الشعب المصري، الشعب هو جوهر حجر الزاوية. نحن نحتاج لأي نظام سياسي يحتاج إلى قدر من الرضا العام أوسع نطاقا يدعم عملية التقدم من وضع الضمان الأمني إلى وضع النظام المستقر بتفاعلاته الداخلية وبزيادة إمكانيات التفاعل داخله ووجود يعني معارضة ومؤيدون. طبعا ده خارج، لأن أنا ضد فكرة المصالحة مع الإخوان كما هو معروف، لا مصالحة بين دولة وتنظيم، لكن أنا مع فكرة العدالة للمصالحة، والعدالة تقتضي أن نتغيى في كل سلوك سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي فكرة الموازنة بين النهوض وبين تعميم فوائد هذا النهوض على أغلب المصريين.